الحمد لله، الحمد لله الذي فجر الحكمة في قلوب الصالحين فجرت، وفتح لها أسماع المحبين والصادقين فسرت، ونور بها بصائر المتوجهين والطالبين فأبصرت. أحمده سبحانه حمد معترف بمنته في حمده، وأشكره شكر عارف بإحسانه ورفده، وأستغفره سبحانه من كل ذنب في هزل العمل وجده، وأستعين به استعانة من علم أن كل شيء من عنده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد نبيه الكريم وعبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكافة أهل وده صلاة نؤدي بها ما وجب علينا من تعظيم قدره ومجده. سيدي يا رسول الله، بدور بدت أملاح وجه محمد، وصحبان دارت أم حديثك يطنب، ضللنا فأرشدنا بنور محمد، وكنا غموضا فانتبهنا من الغمض. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله إلى يوم أن نلقى الله. ثم أما بعد، فالجبار اسم من أسماء الرحمن، يفتح بابين من أهم وأخطر الأبواب، يضع بين أيدينا وسيلتين من أخطر الوسائل للنجاة في الدنيا والآخرة، والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ويضع بأيدينا الأخرى وسيلة أخرى لنصحح واقعنا ونعالج مشاكلنا. ومن عجب أن أهل الإسلام قد غفلوا عن هذه الأبواب، وأن كثيرا من شبابنا ورجالنا بل ومثقفينا لا يعلمون ولا يتقنون معنى اسم الله تعالى الجبار، فظن بعض الناس أنه من القهر والغلبة. إلا أن أهل تفسير أسماء الله الحسنى يا سادة وضعوا بين أيدينا هذه الجملة من الحقائق، والتي سأضعها بين يدي حضراتكم الآن. الجبار اسم من أسماء الرحمن سبحانه وتعالى، يفتح لنا من الأبواب ما ننجو به يوم القيامة وندخل الجنة، وما نصحح به واقعنا ونعالج به كثيرا من مشاكل حياتنا. نعم، فالجبار كما قال المفسرون هو الذي يجبر القلوب المنكسرة، فإذا انكسر قلبك لله جبره الله، ومن كثرة ما جبر قلوب المنكسرين بين يديه سمي الجبار، من كثرة ما جبر كسر القلوب الفقيرة المذللة بين يديه. وأقول أيها الأحبة الأكارم، كل الأبواب مزدحمة في الدخول على الله إلا بابا تأتيه منكسر القلب خاضعا ذليلا بين يديه. في شريف علمكم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو فين؟ لماذا وهو سلم؟ ذاك أن هذا من الأبواب التي لا يطرق
في الدخول على الله. أقصد أن حالة الذل والانكسار لله تتمثل أعلى ما تتمثل والإنسان واضع وجهه لله على الأرض. فهذه علامة الذل لله يا سادة. واسمعوها مني أيها الأحبة الأكارم، من ذاق طعم الذل لله من عرف معنى الذل للخالق الذي بيده كل شيء لم يتذوق طعم الذل في البحث عن رزق او مال او وظيفه او جاه. ذاك ان الذل لله عز عن كل خلق الله. هذا هو الباب الاول. ووالله الذي لا اله غيره لو اني تركت للساني العنان لما وهكذا صار رسول الله بين الناس فاتحا هذا الباب الذي أحب
تشتغل، فإن العمل من العبادة. وده مش حديث ولا حاجة، لكن هو العمل من العبادة. يا سادة، ليه يا أبا أمامة قاعد في الجامع في غير وقت صلاة؟ فذكر أبو أمامة حال الكثيرين منا، ولا أخفيكم سرا، اللي هيقولوا سيدنا أبو أمامة أنا أتوقع أنه يمس 90% ممن يسمعون لله على الأقل، 90% على الأقل. فقال ليه قاعد في الجامع ومش وقت صلاة؟ فقال يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ركبتني، هموتي أعرف فين غير ربنا، يعني ربنا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أحمد بن حنبل يقول اللهم اغفر
أنا حرام. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت 18 جلدة فصبرت في سبيل الشيطان للدنيا. كل ما أسرق يجيبوني يضربوني، صبرت برضه عشان آخد إيه؟ عشان آخد الشيء. يا أحمد وأنت ستجلد لله فاصبر لله والدين. قال فجبر والله تعطيني أبو الهيثم وهو نص عيار سالك مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنه جلد في سرقة. عارف يعني إيه جلد في سرقة؟ يعني سواد، يعني صاحبة الجنائية مليانة بلاوي. ومع ذلك هي كلمة قالها لأمير الدنيا في العلم والتقوى، لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، قال فجبر والله فاطمي بكلمته، فكانت الصيام تنزل على جسد أحمد ويقول أني صابر محتسب بالله. أيها الأحبة الأكارم، الجبار اسم من أسماء الرحمن، فتعالى في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أسأل ربكم العافية ليستجب لكم وتأييكم من الذنب كما لكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البشر والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس أن تجبر خاطرهم هو أنت. فربنا قال في القرآن الكريم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المفسرون على أنهم ظلموا أنفسهم بالمعصية، وظلموا أنفسهم بالبعد عن الله، وظلموا أنفسهم حين حرموها العلم عن الله وعن رسول الله. أولى الناس أن تجبر خاطره هو أنت، ثم ابدأ بمن تعود، ولا تحرم نفسك سجدة أو ركعتين في جوف الليل فإنها من جوابر الخواطر عند الله يوم القيامة. الجليد إمام من أئمة المسلمين، منع طباع الأرض علما، تكلم في العلوم كلها. فلما مات رآه أحد أبنائه وتلامذته في الرؤيا، يا أبا محمد هو ربنا عمل فيك إيه؟ العلم اللي أنت علمته للناس ده كله، إيه الأخبار؟ ربنا عمل فيك إيه؟ فقال الجليد في الرؤيا لتلميذه يا بني طاشت العبارات وذهبت الإشارات ولم ينفعنا سوى ركيعات ركعناهم في جوف الليل. اللهم اجبر خواطرنا، اللهم اجبر خواطرنا، وعلمنا كيف ننكسر بين يديك ولا نذل إلا لك. اللهم إنا نسألك العزة عن الخلق جميعا والذل إلا لك يا رب العالمين. اللهم اللهم أذقنا طعم الذل بين يديك، واجبر خواطرنا فاكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، واجعلنا فيها جيران الحبيب المصطفى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مجتمع علمنا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، ربنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، حولتنا وارحم ميتنا وعاف مبتلانا وسد الدين عن مديننا وفرج هم مهمومنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والحي الاموات، انك حي قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقم الصلاه.